الناس نجحت انها توصل المعادله الصعبه انها توفر تعليم بمعايير دوليه اكريدت طبعا ودمجه مع الثقافه والتاريخ والجغرافيا والحضاره بتاعت مصر والمصريين، فتوصل لصيغه من التعليم الدولي خلاص مدموج بالكونتكست والمحتوى المحلي، تقدر تطلع منه ينتج عنه طالب او طلاب عندهم الانترناشونال ستاندردز في التعليم وفاهمين الاطار الثقافي اللي هم عايشين فيه، وبالتالي الكونتريبيوشن بتاعهم في المجتمع دايما بيبقى اوف ريل ادد فاليو.